استاذه ريهام اتفضلي. بعد مباراه الاتحاد السكندري شفنا صوره انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي وهو بيشرب حاجه صغيره كده. ايوه الناس كلها اتكلمت وقالت بياخد منشطات ولازم يتم الكشف عن المنشطات اللي بياخدها وايه الماده اللي بيتعاطاها قفشه، وطبعا كل الكلام اللي انت شفته دي يعني. حاولت انا طبعا ان انا اوصل للحقيقه، وازاي استغربت اصلا ان مفيش حد خلال اليومين اللي فاتوا فكر ان هو يدور على اللقطه دي ولا يعرف قفشه كان بيشرب ايه يعني. كويس، برافو عليك. رحنا لها احنا بقى. تواصلت مع دكتور عبد الرحمن سعيد طبعا اخصائي التغذيه للفريق الاول في النادي الاهلي عشان اعرف ايه ده. انا عارفه ان هو بيعمل شويه شغل كده مهم جدا مع النادي الاهلي، فقلنا نشوف ايه ده يعني منه. دي عباره عن جرعه 60 مللي بتتاخد مره واحده سنجل شوت يعني، بتبقى محفزه للعضلات وللاعصاب، بتتاخد قبل الماتش او قبل اللعيب ما يلعب من 15 ل 30 دقيقه. فطبعا قفشه كان احتياطي، فالدكتور عبد الرحمن اداله الجرعه دي اللي هو ياخدها. وبالمناسبه يعني الجرعه دي مصرح بيها عادي جدا من الوادة والنادو اللي هي لعيبه النادي الاهلي كلها لعيبه طول الوقت رايحه على افريقيا، جايه من افريقيا، طالعه على كاس عالم. اتعمل له، ما انا كنت لسه هكمل لك. مفيش كلام فاضي ده يعني. اتعمل له فعلا فحص منشطات كذا مره في افريقيا الفتره اللي فاتت، فده ابعد ما يكون عن المنشطات يعني. هي ماده فيها خمس انواع حاجات منبهه، منهم الكافيين يعني، كانه بيشرب قهوه مثلا او شاي قبل ما ينزل يعني. الملعب بتدي له باور اكتر ان هو يقدر يدي طاقه اكتر في الملعب يعني.